السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حكيمة قناة موزة. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم عبارة عن فلوق، فقبل بداية المقطع لا تنسون تصلون على المصر محمد، خليكم مع المقطع. طبعا يا جماعة الخير، فكرة هذا فلوق اني راح اسوي همبرجر، فش اسمه ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله تطلع طعمه وبس، خليكم مع الفلوق. طبعا يا جماعة الخير، هذه هي شو اسمه الدجاج او اللي يعني حقت هذا، المهم وذي الهمبرجر وذي يعني شو اسمه اللي يحط بالمشروب اللي به، وهذا الكيد ذا. وطبعا مثل ما انتم شايفين الحين هذا قاعد، طبعا جبت عيد هنا شوي، اذا خلصت ارجع لكم. وهذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله ان شاء الله ينال اعجابكم. ما عليكم الشكل، يعني اهم شيء الطعم. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا هو الشكل النهائي، هذا هو المشروب. طبعا شو اسمه معروف انا بالتقييم، بسم الله. هذا الشكل، جميل جدا. طبعا شوفوا هذا هو الشكل مثل ما شايفين، شوفوا الله يا الحركات، ايش رايكم؟ حركات لا استراتيجية. الله ما شاء الله، قريبا شكلي بفتح مطعم. شوفوا بسم الله، عن الطعم جدا جميل ورائع. طيب الحين جاء وقت ان نقيم. نقيم الهمبرجر والمشروب. الطعم أعطيه 9.5 من 10، لأن والذي الدجاج سميكة وكذا يعني، وبس مكثر ملح شوي، يعني مقلل ملح كان احسن. اما المشروب 20 من 10، المشروب ما شاء الله. تقييم ككل 1.5 من 10. طبعا مثل ما شايفين هذا الشكل من داخل، يعني صراحة الطعم خيالي جدا جدا، يعني قريبا سوف افتح مطعم باذن الله. خلصت الحمد لله. اذا عجبكم هذا المقطع لا تنسون لايك وشير والاشتراك في جسم بهذا الصوت على النبي. شكرا لدعمكم. في رمضان بإذن الله أنا ودي أخلي شو اسمه الجدول يوميا صراحة، بس ما أدري، ممكن ما أدري، الحين ما حددت.
بإذن الله برمضان أحاول إني أسوي بإذن الله سمبوسة إن شاء الله، وإن شاء الله راح بحاول إني أسوي القيمات أو لقيمة، ما ليش تسموها أنتم، المهم إن شاء الله راح بحاول إني أسويها وإن شاء الله تضبط، بصور لكم بإذن الله هذا جار رمضان. وبس وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والشير واشتراك تعجبكم بهات صلاة على بيت، ما تنسون كل 5 هذه جماعة الخير. السلام عليكم.